50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. كل لما مع الأصحاب والتليفون اللي ديما حاضر بيناتنا كان سبب في برشا مشاكل. حبيت نتعمق في الظاهرة ونحكي على التواصل بين الأفراد وتأثيرها على المجتمع. نشوف في كل واحد في الدار ولا شاد تليفون وشاد بلاصة شاد كوا وحده، ما عادش كالناس كيما قبل لما تقبل، ولا الناس تعرف كيفاش تستغل أوقاتها، سورتو كيما قلت لك مع لي فامين تاعهم. لا، اللي هذا شاد تليفون وقاعد وحده في كوا وكهو. الانترنت سهل تعلينا برشا حوايج، تحب يعني تتواصل مع عبد بعيد عليك سهل برشا، فما موجود ميسنجر، انستغرام، فما يوتيوب باش تقلق تفرج على حكايه فيه، سوا جو، مسلسل، فيلم، اي حكايه. اكيد رجعت علينا بالخايب، تويكا ولينا طحنا في مونك كوميونيكاسيون، مونك سوليداريتي، العائله ما عادش تحكي مع بعضها، ما عادش نقراو جرايد، ما عادش نتفرجوا في التلفزه، ما عادش نسمعوا بعضنا، ما عادش نمشيو على بعضنا، بعدتنا بالنسبه لرايي الشخصي بعدتنا اكثر من اللي قربتنا لبعضنا. هو اساسا التواصل هو قائم على برشا حاجات وبحر كبير برشا، لكن اساسا فما لي مود كوميونيكاسيون او طرق التواصل اللي تختلف بين فيزويل وديتيف كينستيزيك، وتو اللي نحكوا على ريفليكسيون ان النجم خاطب بعضنا بالريفليكسيون او التخمين. مالوروزمون في التواصل الاجتماعي وفي مواقع التواصل الاجتماعي نفقدوا برشا حاجات من الحكايه هذيا، دونك ما نشوفوش بعضنا، ما نشوفوش الكريماس تاع بعضنا، ما نشوفوش وجوه بعضنا، دونك التواصل، اسس التواصل مش موجوده، دونك التواصل يكون اقل برشا من الكوميونيكاسيون ديريكت ولا التواصل المباشر اللي نجموا نفهموا به بعضنا اكثر واكثر. مرة أصحابي يفادلكوا كل شيء، يا أخي هبطوا تصويره كل شيء، الله يرحمك وكل شيء كم كان مط، وشافوها أنا وقتها حاسيلو مانيش في الدار بعيدة على الدار، شافوها أصحاب ماما وبابا وكل، يا أخي بالرسمي في بينهم تفاجعوا، يعني أنا مواطنة عادية هكا صار فيا وكل شيء، خلي بالك عباد أخرى يعني ممثلين ولا حاجة يتفاجعوا، خاطر مثلا فما كل إشاعات هذيك هم يجيبوها كتفادليكا ولا حاجة، وهي لي في الحقيقة تسبب برشا مشاكل مع العائلة، تفجع أمك تفجع أبوك. مرة تفهمت مع طفل أنا مي جوست باش نتقابلو، دونك تفهمنا وكل، شفت الفوتو دو بروفيل نتاعو ماشي بلي هو، دونك كيف شفتو ما بصراحة ما هوش هو الجملة، دونك حسبت روحي ما نعرفوش، اشتروحت دونك سي بوغ سا ما عادش نحبك الفيسبوك والعلاقات على الفيسبوك، نتقابلوا سي بو بلاي وما نعرفش نتعرفوا. هو نحن نحبوا نبعدوا عن السلبيه نتاع استعمال العالم الافتراضي، ذاك خاطر ينعزلوا من عزل الانسان ويبعدوا لعالم اخر، ونجم حتى يوصل حتى حالات اكتئاب وحالات انتحار. احنا العالم الافتراضي هذا هو صدى للواقع، قبل كنا هو جاء علاش احنا نفرحوا انه هو جاء العالم الافتراضي هذا، خاطر قبل كان التعبير حكر على مجموعه معينه من الناس، مش الناس كلها تعبر. اليوم ولينا نشوفوا الناس باسمائها والا باسماء اخرى مستعاره تعبر توصل لك حادثه وقعت في المجتمع ما كناش نراو فيها الحوادث. هو احنا مرضى، انا مريض، انا جيتو طبيب وانا عندي المرض، وقت اللي شخص هو المرض قال لي راه عندك سرطان، وقت كيف كيك العالم الافتراضي هذاك، هذاك هو فضح اللي موجود، فضح الواقع. هاد الراجل يخدم في خدمة صحيح. في مكثر ما فماش قهوة ميكست، يعني أنا وصاحبتي والبنات والنساء اللي هنا الكل معنا وين نمشوا كي نخرجوا، وحتى كان حابين نعملوا قهوة نقوموا برحلة لبيت دخل. المشكلة تحلت أكثر من مرة قهوة ميكست، وبعد تولي كل الرجال، وحتى كان باش تحل قهوة أخرى ما نصورش بتمشي لها حتى واحدة حسب آراء البنات. والله حكاية القهوة الميكست في مكثر ما هيش مقلقتني، وفي نفس الوقت مقلقتني، نجم تصير لي مشكلة في هذيك مشيت وعلاش مشيت، وتنجم تكون ما مشيتش مع صاحبتها، مشيت مع شكون يعني، كيما تعرف المجتمع متاعنا في مكثر طو والعقلية اللي خموا به.
بون هو في مكثر ما فماش صحيح، ما انا مانيش مقلقتني خاطر حتى كان فما ما نمشيش الحقيقه، خاطر مازلت فما حكايه العقليه، المراه في مكثر تخدم والا تخرج باش تقضي قضيه ولا باش تشد صغارها للمكتب، اما باش تمشي القهوه وتقعد باقي مازلت ماهيش مقبوله عنا. نحكي على روحي حتى كان فما قهوة ما تصورش روحي نمشي في بلاصة أخرى، باركونتر نمشي نهز صغاري نقعد في قهوة عادي، في مكثر نحسها مازالت ما هيش حاجة متداولة، ما هيش حاجة يشوفوها حاجة غالطة. ما فهميش عليش ما نمشيش القهوة ميكس، إذا كان حالت بطبيعة باش نمشي مع أصحابي وكل، إن شاء الله زادة ما يكتسحوا هيش رجل قبل ما تولي أنها فكرة القهوة ما هيش ميكس. زعما باش يجي نهار وتتبدل عقلية العبيد في مكثر؟